مباشرة عند ليلى أم ياسين في إعادة إدراج أهم الوصفات والشيوات اللي لقات استحسانكم هذا الجوج الأسابيع الفايتة. نتمنى أنكم تكونوا في الاستماع إن شاء الله وتسجلوا معنا هذه الاقتراحات. ألو ليلى. صباح الخير سناء. صباح النور، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. نتمنى تكوني على خير، بارك الله فيك. مرحبا ليلى. تحية ليك والطاقم وجميع المستمعات، وتحية كبيرة للمجموعة الأحمق والمذاق اللي درنا في الواتساب. أيه. والمجموعة ديالي اللي في الفيس نحييهم بزاف، وما شاء الله على فاطمة الزهراء الله يكمل عليها، وتبارك الله على مليكة الله يبارك فيك، الله يعطيها صحيحتها، بارك الله فيك. اليوم غادي نعكسوا شوية، نبداو بالشهيوات هما الأولين لأنه كان طلبات كثيرة عليهم، لأنه حتى الوصفات الجميلية قليلة. واخا واخا غادي نبداو بالوصفات ديال الأخت صالحة أم الحسن. إيه. غنبداو بالسباكيتي المذاق الآسيوية. واخا بفواكه البحر. غادي نديرو غادي ناخدو سباكيتي تنسلقوها في بالماء، وورق ورقة ديال سيدنا موسى، جوج دريسات ديال التومة، شوية ديال الزيت العود، وشوية ديال الملح. من بعد تنصفيوها مزيان من الماء، تندهنوها بشوية ديال الزيت وتنشلوها وتنخليوها جانبا. فما تكون سخونة تنديرو واحد البصلة مشلضة رقيق. إيه. وتنضيفوا ليها تنبقاو نخلطوا مزيان. من بعد تنضيفوا ليها واحد الكاس مخلط ما بين زيت روميه وزيت بلديه، وتنبقاو نحركوا مزيان حتى تتحمر لنا داك البصله. من بعد تنضيفوا شويه من الكروفيت، شويه من الكراميل، شويه من اما الدجاج او لاداند. إيه. كل حاجه تناخذوا منها شويه شويه، وعندنا جوج ديال القرعات تنقطعوهم رقاق على الطول، وجوج ديال الخيز وتاهو تنقطعو على طول، لي شو تنقطعو على العرض يكون رقيق، وشويه ديال الحار والصوجه. إيه. وعندنا الخل ديال الحوت. ايه مخا مني تنشحرو داك البصيله مزيان. تنزيدو عليها الدجاج ونزيدو عليها الكراميل، وتنضيفو ليها 4 المعالق من الخل ديال الحوت. وتنحركو مزيان، عاد تنضيفو 3 المعالق من الصوجه. من بعد تنرميو الخضر اللي ذكرت كامله، وتنزيدو عليها شويه ديال الحار، وتنحركو مزيان حتى تبدا تبان لينا داك الخضره، نغطيو عليها ونقص البوطه. من بعد تنضيفو شامبينيون نوار وتنكروفيت، وتنحركو مزيان، وتنهزو نصف من داك السباكيتي تنضيفو لهاد الخضر، وتنحركو مزيان من الفوق لتحت. من بعد صافي تنزولو من نحيدوها من البوطة، وتنضيفو لها معلقة ديال الخل ومعلقة ديال الصوجة، وتنحركو من الفوق لتحت. واخا صافي نخليوها واحد شوية وعاد تنقدموها. ضروري إيه، يعني كتجيب مذاق آسيوي ممتاز، سباكيتي العادية وفيها بزاف ديال الإضافات اللي كيتلذذها. نخرجو شوية من هذاك الاقتراح ديال سباكيتي العادية، نمشيو الاقتراح الثاني ديال الكويرات. إيه ديال الكويرات بالروز والكفتة. عندنا 500 غرام من الروز، داك الروز المهرس غير داك الصغيور العادي، تنغسلوه 3 المرات حتى داك الماء تيتزول منه داك النشا تيولي بيض. من بعد تنديرو في كاسرونه وتنديرو عليه الماء غير تيتغطى، وتنديرو فوق البوطه، البوطه تتكون مجعده حتى تيغلى. من بعد من تيغلى تنقصو البوطه ونغطيه ونخليه حتى تيطيب مزيان وينشف. من بعد تنزولوه من داك الكاسرونه وتنديروه في شي طبسيل ولا شي بلاطو، وتنخليوه حتى تيدفى. من بعد من تيدفى تنوجدوا لي واحد 4 كاس ديال العنبه ديال الخل ديال الروز، ومعلقه صغيره ونص ديال السكر كلاصي، تنخلطوهم مزيان وتنحلو به هذا الروز. من بعد تناخذ 500 غرام من الكفته بلا عطريه، تنضيفوها للروز، وتنضيفو جوج معالق هاد الكحبه الكاتن. تنزيدو داك الكفته اللي بلا عطريه للروز، وتنزيدو جوج معالق كبار من اللقامه ديال الكفته، وشويه ديال الملح، شويه ديال البزار، ونص معلقه من صوص الصوجه. وتنزيدو شويه ديال الحار، هي قالت لنا من الاحسن ناخذ الحار الاسيوي، الا ما كانش ناخذو غير الحار ديال العادي ديال القرعه. وتنحركوه مزيان،
تنمعكوهم مزيان ونخليهم جانبا، في واحد الزلافه تنديروا فيها الخل ديال الرز، وتنبداو ندهنوا يدينا ونبسطوا من داك شويه من داك الرز اللي بالكفته ونديروا في الوسط فرماج ونعاودوا نكوروه. تنكون وحدنا واحد زليفه فيها الدقيق، وزلافه صغيره فيها لاشابليغ، وزلافه فيها البيض. تناخذوا داك الكويره تنديروها في الدقيق وتنديروها في البيض وحد لاشابليغ، وتنديروها في واحد البلاطو تندخلوها للثلاجه حتى تتشد راسها شويه. غير الثلاجه لتحت، ومن بعد تيتقلاو وتيتقدموا. يجيو لذاد وسهلين. واخا ندوزو دابا اختي اللازان. غادي نبداو بلاصوص. غادي ناخذوا 4 ديال المطيشات تنقطعوهم رقاق، وعندنا ازير وبصله مقطعه ينشلد رقيق، عندنا وريقه ديال سيدنا موسى تكون مطحونه، شويه ديال الزعتر حتى هو مطحون، معلقه صغيره ديال سنيده، شويه من البزار، شويه من الملح، وشويه من الزنجبير. تنحركوا مزيان هادشي غير بمعلقه ديال العود، وتنزيدوا شويه زيت البلديه، وتنبقاو نضربوا في داك المطيشه حتى تطيب لينا مزيان وتتهرى. من بعد تناخذوا الكفته الكميه اللي عندنا، تنضيفوها وتنحركوا مزيان، وتنسلقوا لاباط، تنسلقوا لي بات اللي عندنا، تناخذوا المجعبه ومن بعد نسلقوها العادي في الماء والملح، ملي تنصفيوها تندهنوها بشويه ديال الزيت، وتندوزو نخليوها جانبا، تندوزو نوجدو لاصوص بيشاميل في الخلاط الكهربائي اللي كنت نزربها سناء وقفيني. لان اول ما سمعوا انني غندوز مكالمات ما تزربيش اختي ليلى، راه حنا بغينا نقيدو معك. ندوزو دابا لاصوص بيشاميل في الخلاط، تنديرو نص إطر ديال الحليب، تنضيفو لي جوج معالق كبار ديال الزبده، ثلاثة المعالق ديال الدقيق، بيضه، وواحد العلبه من الجبن، شويه الملح وشويه البزار، وتنطحنو كلشي مزيان. من بعد تنخويو في كاسرونه، تنديرو فوق البوطه مهيله، وتنطربو عليه بالفوي، ما تنخليوهاش تعقد لينا بزاف، نخليوها على شكل الكريمه. وتنحطو دابا تناخذو المول ديال اللي كيدخل للفران، تنديرو طبقات، طبقه من داك لي بات، تنديرو طبقه من الفرماج الاحمر، وطبقه من داك الكريمه. وتنبقاو غاديين بهاك الطريقه حتى للاخر، عاد تبقى لينا داك الكريمه تنخويها فوق من داك لي بات، نغطيوها به مزيان. ومن بعد تنديروه تنغطيوها بالبابي الومنيوم، عيد داك البابي الومنيوم خاص يكون شويه مهزوز على داك الفرماج باش ما يتهزش لينا يلصق شويه، وتندخلوها الفران طيبو بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. ندوزو دابا لتحضير كريم شانتي ديال الاخت عتيقه حسني. عندنا 125 غرام ديال الزبده، كاس ديال السكر كلاصي، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ديال الياغورت بنكهه الفاني، وواحد الكيس ديال الفاني. تنخدموا الزبده مزيان مع السكر كلاصي، تنضيفوا الزيت وداك الساشي ديال الفاني مزيان، وعلى تنخدموا تنبداو نضيفوا داك الياغورت ونضيفوا الحليب، وتنخلطوا كل شيء مزيان. اما الا بغينا نخليوها بيضه تنخليوها غير هكا بيضه، بغينا شي لون اخر تنقسموا وتنديروا الالوان اللي بغينا. ندوزو دابا اختي عند الاخت زينه سلوان الطايله غويان. اول حاجه غادي ناخذ المقله الخاصه بالطايله، تكون شويه ثقيله. المقادير عندنا كاس ديال زيت البلديه، جوج ديال البصلات مقطعين رقاق، كيلو ديال الكرامار تنقطعو دوائر، قريصه ديال الملح، 4 ديال المطيشات مقطعين رقاق، وخمسة من الورقة ديال سيدنا موسى. وعندنا 500 غرام من الجلبانة، شوية من زعفران شعرة، معلقة كبيرة من العطرية ديال الحوت، معلقة صغيرة من سكينجبير، معلقة صغيرة من البزار، ومعلقة صغيرة من التحميرة. وعندنا شوية ديال الحار، 750 غرام ديال الكروفيت منقي،
750 غرام ديال الروز الصفر اللي حيتو الحبته طويله. عرفتي هاد سناء بين قوسين؟ سمعتيني قلت لحيتو. كان سناء ياسين دائما تيسمعك تتقولي انت تتقولي اللي حبته طويله هو تيسمعني اللي عنده لحيته طويله. يقول لي ماما وصبوب عنده اللحية طويلة فركسناه دابا في المسج ما ترلوش اللي لحيته ايوا عندنا 750 غرام قلت من الرز الصفر اللي حبته طويلة واحد باش هاد الرز تجينا الحبة معزولة كما ذكرتنا الأخت زينة سلوان تنغسلوه ثلاثة المرات حتى يولي لنا الماء بيض يتحيد من داك النشا وتنرقدوه واحد 10 دقائق في الماء ومن بعد تنسلقوه نص سلقة وتنخليوه جانبا. إيه واخا. وعندنا الفلافل بالألوان الحمراء والخضراء والصفراء حتى هي مقطعة مربعات وعندنا واحد جوج ديال الزازات هو مقطع مكعبات وعندنا كيلو ديال بوزروق. وعندنا غادي ندوزو دابا لواحد المقادير ديال الدجاج. هاد الدجاج باش غادي نزينو هاد البيله. عندنا كيلو ديال الفخاد من ديال الدجاج و200 غرام من القشطه الطريه الخاصه بالطبخ. وعندنا العطريه ديال الدجاج المقلي والملح وشويه ديال الحار والثومه. وعندنا معلقه كبيره من الموطارد. الطريقه تناخذوا المقله الخاصه بالبيله تنديروا فيها الزيت حتى تيسخن تنضيفوا داك البصله اللي مشلضه تنشحروها مزيان حتى تدبال. من بعد تنضيفوا شويه ديال الملح وشويه ديال البزار وتنضيفوا المطيشه داك بعض المطيشه اللي قطعنا. النار دائما تكون مهيله وتنحركوا واحد 15 دقيقه النار مهيله كما قلت ومن بعد تنضيفوا معلقه من العطريه ديال الحوت. وتنضيفوا داك الجلبانه وشويه ديال المعدنوس وخيزو كاع داكشي اللي قطعنا شويه من الزعفران سكينجبير كاع التوابل اللي ذكرت في الاول. عاد تنضيفوا القمرون المنقي تنحركوا مزيان وتنضيفوا الرز اللي سلقنا نص السلقه دائما النار مهيله تنخلي واحد 5 دقائق. من بعد تنديروا الماء اللي غادي يغطي لينا تنخليه واحد 10 دقائق تنغطيه بالورق ديال الالومنيوم وتندخلوه للفران. ايه يطيب من تحت عادي يطيب العادي حتى تيطيب لينا وتيشرب لينا داك الرز مزيان. من بعد تنخلطوا داك المقادير كامله ديال داك الفخاد الدجاج وتنديروهم في واحد المول ديال الدجاج وتندخلوهم للفران يطيبوا ويتحمروا وتندوزو نوجدو بوزروق. بوزروق تنديروه في واحد المقله مع شويه ديال الزيت شويه ديال الملح شويه ديال البزار وشويه ديال الربيع. تنبقى نحركو حتى تتشحر لينا مزيان. غادي نشوفو اللي تحلات راها هي ديك مزيانه اللي بقات مسدوده نزولو نحيدو اللحوه. ومن بعد ناخذو داك شويه من الكروفيت الكبير غويال تنشحروه غير في الزيت البلديه والملح وشويه ديال الربيع وتندوزو للتقديم. تناخذو الطيله ملي تينشف لينا داك الرز مزيان تنزينو بالفخار ديال الدجاج اللي حمرنا في الجناب والوسط تنديرو بوزروق وتنزينو بالكروفيت اللي شحرنا حتى هو داك الحبات اللي يكون شويه كبار وتندهنو كلشي بالزيت البلديه باش يعطيو داك اللمعان ونزينو بالحامض وريضات حتى هو. اييه نجي بالنسبه للبايله. اييه الله يعطيك الصحه. ندوزو دابا اختي الكوكيز من عند الاخت بشرى ام مصطفى. عندنا في جوج ديال البيضات 150 غرام ديال السكر 75 غرام ديال الدقيق الفورص وعندنا نص معلقه ديال الخميره ديال الحلوى 100 غرام من الحبيبات ديال الشوكولات 40 غرام من الزبيب 40 غرام من القرقاع مقطع قطع صغيره 250 غرام من الشوكولات غيش و40 غرام من الزبده. طريقه تندوبوا الشوكولات مع الزبده في كاسرونه تبقاو نحركوا باش ما تلصقش ولا نديروه في بماغي حتى تيدوب وفي العجانه ولا في الخلاط تنطربوا البيض مع السكر واحد 10 دقائق حتى تيتبدل اللون ديالو.
فنضيفوا داك الخليط ديال الشوكولات اللي ذوبنا مع الزبده وحنا فنطربوا. من بعد نضيفوا الدقيق والخميره ونضيفوا القرقع والزبيب وديك حبيبات ديال الشوكولات وتندخلوا للثلاجه على الاقل لواحد الساعه. من بعد ناخذوا اللاطة تنفرشوا فيها الورق ديال الطبخ وتناخذوا عين معلقه صغيره عيريه تنعمروها من هذا الخليط وتنحطوا في اللاطة. تنسخنوا الفران يكون على درجه حراره 160 وتنخليهم يطيبوا واحد ربع ساعه. واخا تيطيبوا من التحت عند الفوق طياب العادي. غير هما واحد الملاحظه كما ذكرت الاخت بشرى، ما تزولوهمش من اللاطه ملي تيطيبوا، تنخليهم حتى يبردوا واحد جوج سوايع عاد تنحيدوهم من اللاطه وتنزينهم بخطوط ديال الشوكولاط. هادو بالنسبه للكوكيز اي نوصلوا. ندوزو دابا للحلوه ديال العقيقه من عند الاخ رشيد. عندنا ثلاثه الكيسان ديال الزيت، ثلاثه الكيسان ديال السنيده، رابعه ديال الزبده، جوج خمارات ديال الحلوه، واحد الكيس من فاني، ثلاثه ديال البيضات والعقيق الفضي. تنخدموا الزبده مزيان مع السنيده، تنضيفوا لها الزيت وحنا تنخدموا بشويه بشويه حتى يولينا كلشي بحال البوماد. من بعد تنضيفوا البيض وحده بوحده، تنضيفوا داك الفاني والخماره والدقيق حتى تتجمع لينا حلوه شويه خفيفه. تنكوروها والوجه ديالها تنديروا في السنيده وتنحط نسدفهم في اللاطه وتناخذوا المرشم اللي على شكل ورده وتنطبعوا به هذاك الكويره حتى تاخذ لنا شكل ديال الورده وتنعملوا عقيقه في الوسط. وتندخلوها تطيب بالصحه والراحه. يعطيك الصحه. هاد العجينه ممكن نقسموها على جوج، نخليو وحده بيضه نديروا لها الطريقه اللي قلت دابا، ونص الثاني نزيدوا عليه الكاكاو وتنبقاو نعجنوها مزيان حتى تولي لنا اللون ديالها قهوي. تنكوروها نفس الطريقه ونديروا الوجه ديالها في السنيده ونديروها بالمرشم. ملي تطيب راه تنديروا لها واحد النقيطه من الشوكولاط بيض. هي كنوع من التزيين. واخا ندوزو دابا اختي، واحد الاخت طلبت مني شنيك بالفواكه الجافه حلوين. انا اختاريت لها هذا ديال الاخت نزهه. عندنا فيهم في قصه تنديروا نص كيلو ديال الفورص، خماره وحده ديال الحلوه، جوج ديال الفاني ولا الروح ديال الفاني، معلقه كبيره ديال الحليب غبره، معلقه كبيره ديال الزبده قياس 40 غرام، بيضه وحده، ومعلقه كبيره من الخميره ديال الدار المعجونه، وقطره من الخل. تنجمعوا هادشي كلشي بالماء دافي وتندلكوها مزيان تكون شويه مرخوفه، ومن بعد تنغطوها بواحد البلاستيكه وتنخليوها 10 دقائق. من بعد تندوزو نقسموها على 6 ديال الكويرات، تندلكو كل كويره بوحدها وتنديروها في واحد البلاطو كل كويره بوحدها ونغطيوها ببلاستيكه، تندخلوها للثلاجه مره اخرى واحد 10 دقائق. وتندوزو نوجدو تندوبو واحد 200 غرام من الزبده بالعاد الزبده تكون مانغالين. ومن بعد تنخرجوا هذيك العجينه، تناخذوا الكويره الاولى وتنرشوا الرخامه بالدقيق وتنسرحوا الكويره الاولى بالمدلك مزيان، تنديروا في واحد البلاطو تنحصلوا على واحد المربع وتنديروا في البلاطو وتنخويو عليه واحد جوج معالق كبار من الزبده اللي ذوبنا، نسرحوها مزيان على هذيك الكويره اللي سرحنا، وتنعاودوا نسرحوا الكويره الثانيه تاعي مزيان ونحطوها فوق من الكويره الاولى ونديروا عليها حتى هي جوج معالق ديال الزبده حتى تنكملوا داك السته ديال الكويرات. يعني هي الكويره الاخرى ما تنديروش على الزبده، تنخليوها هكاك ناشفه. وتنرجعوها للثلاجه واحد 10 دقائق في الاخرى وتندوزو نوجدو كريم باتيسيير. الكريم باتيسيير كيف تعرفوا جميع المستمعات تنحضروه بطريقه المعتاده، غير هي نسماتو في الاخير من حيدتو من العافيه نسماتو بواحد ياغور ديال الفاني ولا ياغور ديال البنان. من تنخرجوا داك البلاطو اللي سرحنا فيه داك العجينه تنعاودوا نحيدوها من البلاطو نعاودوا نسرحوها مره اخرى حتى تولي لنا رقيقه وتنخويو عليها داك الكريم باتيسيير. وتنرشو عليها علبه من الفواكه الجافه وتنزيدو عاوتاني 125 غرام ديال الزبيب تنقطعوه رقيق وتنلويو
حتى تنحصلوا على واحد الحربل طويل. من بعد ما تنقطعوش بالموس، حيت لقطعنا بالموس كما قالت الاخت نزهه غادي تخرج لنا داك كريم باتيسير من الجناب. غادي ناخذوا خيط تنخشيوه من التحت ديال داك الحربل وتنطلعوا الفوق دغيا تتقطع لنا دائره. تبقاو غادي بهذه الطريقه حتى تنكملوا. واخا تنستفوهم في اللاطه وتنبعدوهم لان غادي يخمروا باش ما يلصقوش لينا، نبعدوهم. وتناخذوا واحد الزلافه نديروا فيها معلقه كبيره من الحليب السائل، بيضه كامله وصفر بيضه وراس معلقه من القهوه سريعه الذوبان، تنطربوهم مزيان وتندهنوا بهم الوجه ديال هذا الشناك ونخليهم يخمروا. ملي تيخمروا تنعاودوا ندهنوهم مره اخرى وتندخلوهم يطيبوا. ملي تيخرجوا تندهنوهم بالعسل وترشوا عليهم اللوز ايفيل. اي كيجيو ممتازين ديال نزهه من طنطان. ندوزو دابا اختي المقادير ديال العجين ديال لي شوسون. لي شوسون اللي كنطلبو من الشرادي. واخا مشكور، تنشكرها جزيل الشكر على المساعده ديالها. عندنا فيها 625 غرام ديال الدقيق، جوج ديال البيضات، 100 غرام ديال السكر، 80 غرام ديال الزبده، قريصه ديال الملح، خماره واحده ديال الحلوى، و 250 مللتر ديال الحليب دافي. تنخلطوا هاد العجينه كامله حتى تتجمع لينا، ومن بعد تنسرحوها ونديروا منها دوائر ونعمروا بالحشوه اللي بغينا ونعاودوا نسدوا. ندهنوها بالصفار ديال البيض وندخلوهم يطيبوا. تنثقبوهم بكاردو وندخلوهم يطيبوا. واخا غادي نكتفيو بهذا القدر، للاسف ما بقاش لنا الوقت. نكملوا معك ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله. واخا ان شاء الله نخلي الفقاس ولا الفرماج والوصفات التجميليه ان شاء الله. اختي سناء الله يجازيك بخير، شكرا لك بزاف، وما يكون بس عندكم. مشكوره جدا على كل المجهود اللي كتقوموا